السلام عليكم التلاميذ الاعزاء، نتمنى تكونوا على خير. مرحبا بكم في الحصه ديال اليوم اللي فيها تكمله لا سويت ديال لا لوسون ديال الدرس ديال تاليس اللي غنشوف فيها تيوريم دو تاليس ريسيبروك. دونك في الحصه السابقه شفنا تيوريم دو تاليس ديريكت، اي اجوردي اون فوا ان شاء الله تيوريم دو تاليس ريسيبروك. الوغ تعرفنا على مبرهنه تاليس المباشره، ستادير تاليس ديريكت، عرفنا بان كنستعملوها باش كنحسبوا الاطوال، سيتادير بو كالكولي لي لونغور دي كوتي. اي ماتنون اون فا فوار تيوريم دو تاليس ريسيبروك، سي بور بروفي كو دو دروات سون باراليل، يعني باش نبرهنوا على ان المستقيمان متوازيان. دونك سي بور بروفي لو باراليليزم، لو باردون لو باراليليزم يعني البرهنة على التوازي، البرهنة على التوازي. دونك إذا رجعتو معايا مزيان الحصة السابقة وتمعنتو في الدرس، غتلقاو من بين الحوايج اللي كنا كنبازيو عليهم في تيوريم دو تاليس أون جينيرال هو الإستقامية ديال النقط، يعني لالينيومون دي بوان، إي لا دوزيام كونديسيون هو لو باراليليزم. يعني إذا بغيت نخدم بتاليس ديريكت خصو يكون عندي جوج ديال الحوايج كيكونو عاطينهم ليا، يعني اول حاجه استقاميه النقاط، يعني دي بوين اليني. مثلا عندي هذا هو الشكل ا ام او لا ا بي سي، وعندي هنايا ام ان باراليل ا بي سي، يعني متوازي مع بي سي. هاد النقاط اللي كتشوف معايا هنا نقاط مستقيمين، سون دي بوين اليني، و ا ان سي حتى هما دي بوين اليني. لا دوزيام كونديسيون هو دو دروات باراليل، يعني مستقيمان متوازيان. Bien sûr, il a quand même les conditions. On a le droit d'utiliser le théorème de Thalès direct. On déduit l'égalité des rapports. L'égalité des rapports. Il est assez nisem. Mais est-ce qu'on a tout d'abord les côtés qui ont fait l'alignement? Ou les deux ont le point commun? Les deux alignements. Alors, qu'est-ce qu'on a? AM sur AB égale à AN sur AC égale MN sur BC. Voilà. Ok, il y a un autre qui est le type. Il y a un autre AB sur AM. Il y a une condition de type AB sur AM. Parce que ce n'est pas le type. C'est le kbir à la sœur. Parce que c'est le kbir à la sœur. C'est-à-dire AC sur AM, BC sur MN, etc. Et voilà, ici pour calculer les longueurs. هنا في طاليس ديريكت هادشي حنا كيكون عندنا وكنخدم به، ولكن في طاليس ريسيبروك خاصك انت توصل ليغاليتي ديال دو رابور وتلقى لي بوين اليني، مي ا كونديسيون اون اوردر. اون دو بروميرمون تروفي ليغاليتي ديال دو رابور، اي لا دوزيام كونديسيون تروفي كو لي بوين اليني مي اون اوردر، يعني في نفس الترتيب، تساوي جوج ديال النسب بلوس الترتيب. غنشرحو بواحد ليكزارسيس، نتاو معايا هنا. عطيتك مثلا واحد لو تريونغل ا بي سي، متفقين؟ ا بي سي، هنا غادي يبان لك من خلال الملاحظة أن لي دغوات اي جي اي بي سي سون باراليل. ألوغ لي لونغور لي عندي، دونك هذا هو ليكزارسيس. ا بي سي إي تان تريونغل، فو بوفي نوتي أفيك موا، تان تريونغل تيل كو. Alors, les longueurs, AI est égal à 6, AB est égal, ou bien AJ est égal à 9, AB égal à 10, et AC égal à 15. La question, c'est montrer que IJ est parallèle à BC. Ok, une fois que vous allez le montrer, ou bien est-ce que. دونك اول حاجه خصنا نديروها هو المقارنه، لا كومباريزون ديال جوج ديال النسب ديال ضلع على ضلع، غتقارنوا مع نسبه فيها ضلع على ضلع. ولكن شكون هما هاد الاضلاع اللي كنهضر عليهم؟ هادوك الاضلاع اللي كاينين في الاستقاميتين بزوج، اللي كاينين في لي دو زالينيومو. بحال مثلا دابا هنا عندي دي بوان اليني كيبان ليا في لا فيغور، داكوغ؟ غناخدو ا و اي و بي، بهم غنكونوا هاد لي كوتي الاضلاع، ضلع على ضلع. هنا كاين اللي غياخد ا اي على ا بي، بيان سور هنا هاد الاضلاع خصو يكون فيهم واحد النقطة مشتركة، شكون هي؟ هي لو بوان ا. دونك ا اي سور ا بي،
واجي سور اسي. نفرض ما عطاوكش الشكل، ما كاينش الشكل الهندسي والسير كي غنديروا ليها. دابا هنا راه غيبان لاي واحد مادام انا فاهم ايطاليز ديريكت، غتبان لك كيفاش غتجبد لي رابور. ولكن ما عطاونا الشكل هنا كيفاش غنتعامل مع هذا المقاييس. الو واش كنديروا؟ كيعطيونا نورمالمون 4 ديال الاضلاع، متفقين؟ عندنا نورمالمون لي لونغور دو 4 كوتي، اوني داكور. اشنو غادي نشوف استاذ؟ غادي نشوف هذوك لي كوتي، غناخذ جوج بجوج، جوج صغار وجوج الكبار. عندي 6 9 و 10 15، اذا 6 غناخذها مع 9 و 10 مع 15، ولكن ما غاديش تحط لي 6 على 9. اتونسيون، انتبه معايا شنو غادي ندير هنايا. شكون هو الصغير في هاد الصغار هادو اللي عندي هنا؟ دابا هادي كتساوي 9، ما تنساش، متفقين؟ وشكون الصغير في الكبار؟ عندي الصغير في الصغار كاينه اي سور، مع من غناخدها؟ مع امبي. عندي هنا 6 وهنا الصغيره في هاد الجوج هو 10، دونك اي على امبي ايكالا اي. شكون اللي يبقى ليا؟ اجي سور اسي، اي اون فا بيان سور remplacer dans ce cas. Alors A est la tâche 6 sur AB 10. Ou la tâche est la juge ou la juge. A tâche est la tâche à la 5. J'espère que c'est clair. Ou la tâche est la 15. Ou la tâche est la tâche à la 3. Ou la tâche à la 5. Alors est-ce qu'ils sont égaux? AI sur AB égale à AJ sur AC. متفقين؟ حنا وصلنا ليغاليتي دو 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 رابور. ولكن هادشي ما كافيناش. شنو خاصنا استاذ؟ اهم حاجه في طاليس ريسيبروك هو الترتيب، يكون دي بوان الينيي، نقاط مستقيميه وترتيبها. الوغ شوف معايا هنا، هاد لي بوان اي بي سون الينيي، واجي سي تا هما الينيي، يعني نقاط مستقيميه. ولكن واش غادي في نفس الترتيب؟ وي. علاش ا اي بي غادي نهابطين في هذا لو سونس لتحت، و ا جي سي تا هي لا ميم شوز غادي في هذا لو سونس اللي هو غادي لتحت؟ دونك شنو كنقولوا؟ بويسكو، يعني بما ان، بويسكو لي بوين الينيي، انا كنهضر اون فرونسي و كنترجم اون طون، بما ان النقط المستقيميه الينيي ا اي بي، اي بي مالها؟ En ordre, en ordre que les points alignés, quel point aligné? A, J, C. Mazal ma saliش. Donc, il y a une fin de ce type de نقاط مستقيمة A, J, C. Donc, d'après, لا ريسيبروك كنجيو كنقول دابري، يعني شنو القاعده اللي غنعتمدها؟ شنو المباراه هنا؟ لا ريسيبروك دو تاليس، لا ريسيبروك دو تاليس. كيسكو اون فا ديدوير كو لي دو دروات اي جي اي باراليل ا بي سي. جيسبيغ كو سي كلير. الوغ هنا ماشي غير تقول لي صافي ايغاليتي ديال دو رابور صافي سالينا، لا خصو يكونو تا لي بوان اليني اي اون اورد. ولكن كاين حالات اخرين ممكن تلقاهم تساويين ولكن لي بوين نو سون با اون اورد، اولا تلقى لي بوين اون اورد دي بوين اليني ولكن ما مساويينش هاد لي رابور. دونك هادو هما الحالات المستعصية. في هاد الحالة كتقول ان لي دو دغوات نو سون با باراليل. نشوفو واحد الحالة اللي غيخرج لنا عندنا هنايا دو دغوات كي نو سون با باراليل. سويفي موا. الوغ ناخذ واحد لا فيغور، غير من لا فيغور غتبان لينا، ولكن غنشوفو بان غنطيحو في دي رابور كي سون ايغو، اوني داكور. الوغ فوالا هاد لا فيغور عندنا هنا، عندنا لو بوان د انترسيكسيون هي ا ام بي، هنا غناخدو لو بوان ان، هنا سي، هنا ا بي سي تريونغل، لا ميم شوز، تيل كو ا ان égale à 6, AN égale à 4, AB égale 24 et AC 16. Est-ce que, je vois maintenant la question est tatate, est-ce que MN est parallèle à BC? Je vois maintenant il y a MN, il y a à la droite MN ou à la droite BC.
Normalement, d'après l'observation, ils ne sont pas parallèles. Je pense que c'est clair. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Mickey Goulet Kassi dit, est-ce que Mashi y a montré? Montré, il y a des choses parallèles. Est-ce que Moumkin 1 ou Moumkin 1? Je ne sais pas si je la comparaison. Alors, je ne sais pas les rapports qu'on va comparer. Qui fait que je vais vous montrer la limite de la vidéo? Je vais AM et AM. D'accord? Ou le coup qui est AB ou AC. Je connais aussi le film AM. Aïe, rien à LM. Elle a assez de stache. Srer, srer, elle a srer, flkbar. Ah, ma qui juge ou qui juge là. Donc, AN sur AC. On a ou d'un karen. Ou rasprali, bien sûr, AM. Elle a AB. On est d'accord. Alors, on est AN, c'est 4. Ou AC, 16. Miral khtazl, braba. هي واحد على أربعة و AN هي ستة و AB هي 24 24 دونك لو ديفيزور كومان سي 6 نقسم على ستة شحال عطينا حتى هي 1 سور 4 ألوغ إسكي سون إيغو وي AN سور AC إيغالا AM سور AB هما متساوي ولكن واش لي بوان أليني اللي درت أنا هنا واش en ordre ou bien non? Bien sûr non. Chauffe maille. A, A, N, P sont des points alignés puisque les points alignés A, M, P ne sont pas en ordre. Ne sont pas en ordre que LH, A, A, M, P, Kerada ou A, N, C, Kachimen A. طلعن عدم شبط السي ما مرتبيش ماشي من الترتيب كو لي بوين ا ان سي يعني بما ان النقاط المستقيميه ا و ام و بي ليست في نفس ترتيب النقاط المستقيميه ا و ان و سي دونك ام ان باردون ام ان اي بي سي غنقولوا عليهم نو سون با comment pas parallèles ne sont pas parallèles لاحظتوا معايا ها هما عندنا لي رابور خرجوا متساويين ولكن لي بوين اليني ne sont pas en ordre donc dans ce cas ما نقولوش d'après la réciproque de Thalès هاد القاعده عندنا في الدرس المبهره Thalès réciproque كتهضر كتقول لك غير ملي كتلقى parallèle ما يمكنش نقولوا d'après la réciproque de Thalès نقولوا احق لي دو دووات نو سون با باراليل يعني غير متوازيان لا هادي ما كايناش حيت طاليس كتقول لك غير متوازيان فقط دونك هادي هي لا ريسيبروك دو طاليس اي جيسبر كو فوز افي بيان كومبري بالتوفيق للجميع السلام عليكم